والبعض يتحجج بانه وحده او انه لا يملك المال او انه قليل الصبر او كل هذه الاشياء تعالج لكن لا نتوقف عن دعوة الله تبارك وتعالى حتى تنهض هذه الامه على ايدينا على اكتافنا تنهض هذه الامه وليس هذا على الله بعزيز وشرف لنا أن يرفع الله شأن هذه الأمة على أيدينا أن نكون سببا تصوروا إذا هدى الله على يديك رجلا خير لك من حمر النعم خير لك مما طلعت عليه الشمس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب لأن يهدي الله بك رجلا واحد واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس وفي رواية البخاري خير لك من حمر النعم رجل واحد فما بالك لو هدى الله على يديك رجال فما بالك لو هديت رجلا ثم هدى آخرين كله يصب في حسناتك